نتعامل مع امر واقع. حتى الان طلب الجمهوري لطلب به الجماعة هو الأفضل. أعزائي متابعي موقع وكالة أنباء البحرين اليوم، أهلا ومرحبا بكم. نبيل أحمد رجب ناشط حقوقي بحراني، ولد في المنامة في العام 1964 في أسرة بحرانية لم يعرف عنها معارضتها للنظام في البحرين. نشط في العمل الحقوقي المعلن منذ كان عمره 16 عاما، حيث خط بأنامله على جدران المدرسة أولى شعاراته ضد النظام في البحرين، لتتحول تلك الشعارات بعد 30 عاما إلى تغريدات على تويتر توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ليصبح نبيل الأول في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر على مستوى البحرين والرابع على مستوى المنطقة العربية مع قرابة 237,000 متابع له، يطلعهم على آخر أخبار ثورة البحرين وموثقا لآلام شعبه. أول تجربة حقوقية لنبيل رجب كانت في المدرسة الثانوية حيث أحداث الثمانينات، عندما جاء رجال المخابرات إلى مدرسة الحورة الثانية لإلقاء القبض على زميل له، غير أنه هرب من الصف خوفا ولم يكن أمامه من مهرب سوى إلقاء نفسه من الطابق الثاني في المدرسة ليتعرض لإصابات عقبها اعتقال مدرس عزيز عليه. وحينها بدأ صوت نبيل يرتفع وأصبح مزعجا للسلطات بعد أن خط بأنامله تلك العبارات الحقوقية على جدران المدرسة. ضبط متلبسا وخير بين أن يسلم نفسه لمركز الشرطة أو أن يترك المدرسة. تفوقه الدراسي ونفوذ عائلته لم يشفع له ولم يحل دون طرده من مقاعد الدراسة، ليستقر به النوى في جامعة بونا الهندية ليتخرج منها عام 1988 بعد أن حصل على الإجازة في العلوم السياسية. عاد إلى البحرين بعد تخرجه ليبدأ عمله الحقوقي المنظم بشكل سري، وذلك من خلال مراسلته للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، حتى تبلورت لديه ومع مجموعة من زملائه فكرة تأسيس الجمعية البحرانية لحقوق الإنسان. لم تظهر الجمعية إلى العلن إلا في العام 2000، وبعد لقائه بملك البحرين الذي سمح له بتأسيسها، إلا أنه جمد عضويته فيها بعد عام واحد، ليؤسس بعد ذلك بعام مع رفيق دربه عبد الهادي الخواجة وآخرين مركز البحرين لحقوق الإنسان. وكانت ولادة فكرة المركز عند لقائه مع عبد الهادي الخواجة عام 1997، حيث كان يحضران اجتماعا حقوقيا عقد في العاصمة البريطانية لندن للتدارس حول أوضاع البحرين. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل رجب في هذا اللقاء الخاص الذي نشكرك على إجرائه مع وكالة أنباء البحرين اليوم. أهلا بك أستاذ. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. طريقه حضاريه وطريقه سلميه، ما حد رفع حجر وما حد جاء وكل سنه مرخص. هذا حق المشروع، حق التجمع، حق المشروع، حق التجمع هو حق المشروع. ما حد ارتهى قانون، ما حد استعمل عنف، ما حد ضرب، ما حد فلق. والله يقول كنت تستعملوا الأنف يعني احنا هني افتقلونا. لا حد يتلفل من جاي رجال، لا حد انتهى القانون، لا حد انتهى، لا حد انتهى، ما في شغل سويتون، لا حد انتهى، باشر دم الأروجين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا اللقاء الحصري والخاص مع الأستاذ والحقوقي نبيل رجب. أستاذ نبيل، نبدأ يعني بحديث الساعة ألا وهو حديث الانتخابات، وأنت يعني صرحت عدة مرات وقلت أنه لا فائدة من هذه الانتخابات، الانتخابات لا تحل هذه الأزمة، إذن البديل عن الانتخابات برأيك ما هو؟ طبعا أنا ما أعطيت رأي في موضوع الانتخابات، وقصدي المركز البحرين لحقوق الإنسان لا يوجد عنده رأي مشاركة أو مقاطعة، ولكن مجرد ما قلته تحليل للساحة، تحليل للوضع.
بمعنى آخر نحن لا يعني ليست لنا علاقة من يشارك أو لا يشارك. سوف نتعامل مع الجميع، كل المؤسسات السياسية التي تقبل التعامل معنا حتى لو شاركت في الانتخابات نتعامل معها كأمر واقع. حتى الآن عدم تعاملنا مع وزارات مؤسسات الدولة بسبب هم ما يريدون يتعاملون معنا. فموضوع الانتخابات ليس معيار في علاقاتنا مع الآخرين، وليست لنا مشكلة مع من يشارك أو من يقاطع، ولكن التحليل للوضع السياسي كمواطن بحريني ومراقب للوضع لا أرى يعني الانتخابات حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية، مرحلة سياسية، مصالحة سياسية، مصالحة عامة بين قوى المجتمع، بين القوى السياسية والنظام الحكم متمثل في الأسرة الحاكمة، وفيما بعد هذه المصالحة تسفر عن انتخابات. ولكن فرض انتخابات الآن من قبل الأسرة الحاكمة على الناس دون المرور حول العدالة الانتقالية وحل الأزمة السياسية سوف لن يكون عمل مجدي، وأنا أكاد أكون جازما أن هذا الموضوع سوف يفشل. وأن حاول النظام البديل، المقاطعة هي البديل، وأن حاول النظام ربما تصوير الانتخابات على أنها ناجحة، وهذا المتوقع حقيقة، ولكن لا أعتقد أنها ستخرج البلاد وستخرج الناس من الأزمة. أنا لا أطرح البديل، هذا شغل المؤسسات السياسية، إن قاطعت قاطعت وإن شاركت شاركت، ولكن رؤيتنا إن الانتخابات يجب أن يسبقها حوار حقيقي بين قوى المجتمع لتناقش فيه أمور الخلافية، الأمور السياسية. لحد الآن النظام لا يعترف بأن هناك معارضة، لحد الآن النظام لا يعترف أن هناك شعب لديه مطالب، لحد الآن النظام ينتهك ويستبد ويطغى بأبناء الشعب، ولا يعترف بالشعب ولا يعترف بالإرادة الشعبية، ويتحدث عن انتخابات. هذا تناقض ومحاولة إلى القفز والهروب إلى الأمام. إذن هي نتيجة لحل لا تحل، هي لا تحل، ليس لا بد يكون حل سياسي قبل ذلك، وهذا يفرز. أستاذ نبيل، الجمعيات أعلنت يعني الآن موقف واضح أنه ستقاطع الانتخابات وفقا لهذا المشروع اللي بطرحه النظام في هذا الوقت، ولكن هناك حديث على أن هناك اتصال للجمعيات واتصال محموم يعني أجراه ولي العهد مع الجمعيات وهو متواصل في هذه الأيام. يعني ما هو رأيك فيما لو غيرت الجمعيات موقفها، أو هل تتوقع بالأحرى أن تغير الجمعيات موقفها وتدخل؟ ولو غيرت ما هو رأيك؟ يعني هو العمل في أغلبه يعني يخص القوى السياسية الموجودة، إن كانت في الجمعيات أو كانت المعارضة الموجودة قيادتها في داخل السجن. نحن مع توافق هذه القوى السياسية المعارضة، نحن ضد الاستفراد، ضد استفراد أي قوة سياسية بهذا القرار الكبير، نحن مع توافق كل القوى السياسية. والآن نحن مع أن يكون هناك حوار، نحن مع أن تكون هناك خطوط مفتوحة مع النظام أو مع ولي العهد، ولا إشكالية في ذلك. ولكن الناس الذي قدمت تضحيات وقدمت دماء وقدمت ضريبة كبيرة تنتظر أن ترى حلولا تأتي بحقوقها التي سلبت على مدى الأعوام الماضية، لا تريد أمور وعبارات فضفاضة لا تؤدي إلى حل سياسي. لحد الآن غير واضح ماذا يطرح ولي العهد، نسمع عن مبادرة ولي العهد هنا وهناك، لكن غير واضح ما هي مبادرة ولي العهد. لو فرضنا أن مبادرة ولي العهد هي ذات المبادرة التي طرحها في العام 2011 بعد اندلاع الحراك الثوري، هل تعتقد أن تلك المبادرة تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية؟ وهل فوتت المعارضة فرصة القبول بتلك المبادرة في ذلك العام؟ المبادرة يعني حسب قناعتي المبادرة في 2011 لم تكن مبادرة صادقة ولم تكن مبادرة جدية، محاولة مؤقتة لتخدير المعارضة حتى دخول الجيش السعودي. ولا نريد أن نستجهل ونقول أن هناك مبادرة، لو كانت مبادرة حقيقية من ولي العهد لماذا توقفت الآن في ظل استمرار الأزمة 3 سنوات؟ لماذا سحبت هذه العروض إلى المعارضة؟ لماذا تغير الوضع؟ أين هي المبادرة؟ لماذا تراجع ولي العهد؟ هذا يؤكد وهذا يدفعني للاعتقاد أنها لم تكن مبادرة، أنها كانت لتخدير المعارضة وإشغالهم بنقاش حتى دخول القوات السعودية والمشاركة في
ضرب المتظاهرين ووقف التظاهرات. الجمعيات السياسية أستاذ نبيل وجهت خطابا إلى الملك، البعض اعتبره من البحراني اعتبره خطاب توسل، خطاب استجداء من أجل الحصول على إصلاحات وعلى حقوق وغيرها، يعني كيف تنظر إلى هذا الخطاب الذي وجهته الجمعيات؟ يعني أنا كمواطن عادي وليس كحقوقي وليس كرئيس مؤسسة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، وأدعو الناس إلى عدم الدخول في هذه التفاصيل، اتركوا هذه الأمور لأصحاب الشأن، أنتم عليكم ما تتخذه الجمعيات من قرارات رئيسية. الآن الجمعيات لحد هذه اللحظة لا زالت ثابتة على المبادئ التي نادت بها، لا زالت واقفة ولا زالت صامدة، هذا ما يهمني. الآن كيف قال الشيخ علي سلمان هني وقال الرئيس ديك الجمعية بهذه العبارة، يعني لا ندخل في هذه التفاصيل ونشغل نفسنا في شغلات عديمة الفائدة. نحن نأخذ العناوين الرئيسية، التفاصيل تترك لأصحاب الشأن، وأصحاب الشأن هم القوى السياسية الآن. الجمعيات لا زالت صامدة لحد الآن على موقفها، لكنها تتعرض إلى ضغوط من قبل النظام وضمن مشاريع النظام، انفتاح على ما يسمى بالوجهاء والأعيان، همه إجراء الانتخابات بالمقام الأول، وكذلك هنالك ضغوط خارجية لربما من الإدارة الأمريكية. هل تعتقد أن الجمعيات سوف تصمد على قرار المقاطعة؟ يعني القوى السياسية يجب تعتمد على الإرادة الشعبية وليست ما يريده النظام أو القوى الغربية، مع كل الاحترام لكل القوى الغربية، ولكن نحن نرى مصلحة شعبنا ونحن نرى مصلحة بلادنا. نحن مع علاقات مع الولايات المتحدة ونحترم هذه العلاقات، ومع علاقات مع البريطانيين وكل الأوروبيين، ولكن لا نقبل أن يملى علينا، لا نقبل أن يفرض علينا. أنا في أكثر من سابقة طلب من عندي من قبل بعض القوى الغربية أن أتخذ هذا الموقف، أن أتخذ، لكن رفض. مثلا يعني نتحدث عن التظاهرات المنامة، وكان واضحين الأمريكان بضد، ولكن أنا رأيي كان مخالف لذلك وذهبت وتظاهرت منامة، مع أن تكون لكي لا ننتقل لموضوع آخر حتى أن أكمل هذه النقطة، مع أن تكون لنا علاقات كقوى اجتماعية سياسية حقوقية مع القوى الغربية، ولكن ليس أن نقبل ما يفرض علينا. هذه الأنظمة الغربية، ومع أن في ظل داخل البلد تحت هناك احترام لحقوق الإنسان، ولكن على الصعيد الدولي هي تريد أن تخرج البحرين من الأزمة بأسرع وقت ممكن، لأن البحرين وعلاقات البحرين أصبحت عبء على هذه الأنظمة أمام شعوبها وأمام البرلمان وأمام الكونغرس. هذه الانتهاكات التي تمارس في البحرين وأن تكون علاقات طبيعية مع الدول الغربية مع البحرين أصبحت عبء على هذه الدول الغربية. لذلك هذه الدول الغربية الآن بما أنها فشلت في الضغط على النظام تريد أن تضغط على المعارضة يعني يتراجعوا عن مطالبهم، ها، والنظام يمشي بالميزان. هذا في لقاءاتك الأخيرة في البرلمان الأوروبي أو بهذه الدول اللي زرتها، أنه تأكيد على ضرورة الخروج من هذه الأزمة عبر الدخول بالانتخابات بهذه الصورة؟ يعني في غالبيته لا، وكان ربما هناك فهم خاطئ بموضوع الانتخابات، وأعتقد أن نحن لحد ما استطعنا إقناع الغربيين والبرلمان الأوروبي والأجهزة الأوروبية، ونحن سائرين في هذا الاتجاه، أن هذه مصيدة، موضوع الانتخابات مصيدة وليست حل سياسي. نحن نبحث عن حل سياسي للخروج من الأزمة. الانتخابات يجب أن تسفر عن حل سياسي وفيما بعد الانتخابات. فيبدو أن الموقف الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو الموقف البريطاني، وعلى اعتبار أن الموقف البريطاني هو المسيطر في الاتحاد الأوروبي فيما يخص البحرين، وكنا واضحين وانتقدنا الموقف الانجليزي، وانا شخصيا طبعا في البرلمان الاوروبي في لجنه حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي وموجود المفروض على الانترنت، انتقدت الموقف البريطاني. انا سنعود له ضمن المحور الدولي، يعني أوكي. تفصيل قضيه أوكي. موقفك وانتقاداتك بمعنى في هناك عمليه تضليل تقوم بها السلطه مع شركات، عشرات شركات العلاقات العامه وبعض الناس الذي تدفع عنهم السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكننا نحن قادرين على تغيير هذا الموقف، وسوف نغير هذا الموقف إن شاء الله في الأسابيع والأشهر القادمة. يعني في إزاء تحرك الجمعيات تظلت، يعني تتركون للجمعيات والقادة السياسيين هم يتحركون، في المقابل هنالك حراك في الشارع، هنالك تنظيم ائتلاف 14 من فبراير، هذا يعني دعا إلى استفتاء شعبي وشكل هيئة وطنية مستقلة لمقاطعة الانتخابات. يعني ما رأيكم بمثل هذه الخطوات؟ أولا من ناحية العملية،
نحن نعول ونراهن على الحراك الشعبي أكثر ما نراهن على ما يسمى حوار الآن. نحن نعتقد أن ما يسمى حوار هو قضية تضليل، ونحن لازلنا نراهن على الحراك الشعبي، ونعتقد ضرورة استمرار هذا الحراك وتقوية هذا الحراك والرهان على هذا الحراك، وهم الذين سيأتوا بحقوقنا وهم الذين سينتزعوا حقوقنا. الآن في موضوع الاستفتاء، طبعا أنا من الناس الذي طالبت أن تشترك المؤسسات السياسية والجمعيات السياسية، ولكن للأسف الشديد لا يبدو أن هذه الدعوة أخذت آذانا صاغية في الجمعيات السياسية، وأعتقد أن هذا كان خطأ. أعتقد أن الجمعيات السياسية على في ظل هذا القمع وهذه الدموية للنظام، أقل ما تقدم هذه الجمعيات أن تقدم عريضة للأمم المتحدة، وهذه أقل ردة فعل، وهذا لم تقوم به المعارضة، ولا أعلم لماذا لم تقوم به المعارضة. الآن ما هو يجب أن يكون في العريضة نختلف ونتفق فيه، إن كان تقرير المصير أو إن كان منتخبات، ولكن لنبين للعالم أن غالبية الشعب البحريني يطالب بشيء والأسرة الحاكمة ترفض. أنت الشرعية تحصل عليها من الناس ومن الشعب، من إرادة الناس وليست من السلاح. الآن النظام يعني لا يجد، ليست لديه شرعية، شرعيته السلاح والقوة والجيوش الخليجية الموجودة في البحرين، لا توجد لديه الشرعية الشعبية. والآن ما تحدث عنه، ما طلبته حركة 14 ولا ائتلاف 14 فبراير هو حق من حقوق، ويطالبون في الأمم المتحدة بتقرير المصير وهو يعني حق من حقوقهم، يعبروا عنه بالطريقة التي يريدون، هذا حق من حقوق الإنسان أن نطالب بطبيعة وشكل النظام الحاكم الذي يحكم هذه البلاد. أنا بكرة ما أريد، أنا حقيقة ما أريد الآن، لا أعتقد أن الملكية في البحرين فادت، وأعتقد أن طلب الجمهورية اللي طلب به الجماعة هو الأفضل، ولكن في نفس الوقت أنظر إلى الواقع ومستعد أن أفتح تسويات مع النظام الحاكم، ولكن الآن لحد الآن واضح أن النظام الحاكم فشل في حكم البحرين وإعطاء يعني الحرية للناس والتعامل معهم بشكل متساوي وإحقاق الحق والعمل بالعدالة. النظام فشل، نظام مستبد، نظام ظالم، نظام لا يعمل بالعدالة، نظام لا يتعامل مع الناس بشكل متساوي. فلا يتوقع مني كمواطن بحريني أن أحترم هذا النظام، ولا يتوقع مني أن لا أطالب بشيء آخر. لا، أنا من المطالبين بحق الشعب البحريني في تقرير المصير وفي اختيار طبيعة ونمط وشكل النظام الحكم، وهذا حق طبيعي قررته كل المواثيق الدولية. أستاذ نبيل، أنت الآن اضطرقت أنه جمعيات قلت أنه ما أعرف ليش ما تقدم عريضة للأمم المتحدة، يعني هذا يقودنا إلى سؤال عن تقييمك لأداء قوى المعارضة بغض النظر عن الجمعيات، قوى المعارضة البحرانية بشكل عام. أنا يعني لا أريد يعني أتحدث كثيرا، ولا أريد بأي شكل من الأشكال أن تظهر تصريحاتي أنها محاولة لإضعاف أي طرف معارض، ولا أعتقد أنه من مصلحة أن نضعف أي طرف معارض اتفقنا معه أو اختلفنا معه. يجب أن تقوية الحراك المعارض في البحرين، إن كان المعارضة اللي قالتها موجودين في السجن أو المعارضة الخارجية، من مصلحتنا أن تكون هذه المعارضة قوية، ومن مصلحتنا أن تكون هذه المعارضة متماسكة. الآن تقييمي للوضع ربما لم يكن تقييم دقيق ويعني صحيح، على اعتبار أنا مختلف وهم مختلفين يعني في طريقة عملهم، والظروف التي مرت في البحرين ليست ظروفا طبيعية وليست ظروفا سهلة، ولا تتوقع ردود أفعال هذه الجمعيات أن تكون طبيعية وهذه الحركات السياسية، ليكون الهجمة القمعية واستبداد النظام يعني طاف وتجاوز أي نظام دموي آخر. ما مارسه النظام الحكم في البحرين من دموية ومن تهميش ومن تمييز ومن قمع ومن قتل ومن تعذيب ومن إساءة معاملة لم نرى مثله يعني في المنطقة في آخر سنوات. ففي ظل هذه الظروف المعقدة وهذه الصعوبات، لا تتوقع أن تكون المؤسسات السياسية ولا الحقوقية كاملة، ولكن نحن نتعلم من الأخطاء، وكذلك هم الجمعيات. خطاب الجمعيات اليوم مختلف عن قبل 10 سنوات مثلا، تطور
خطاب القوى السياسية الموجودة قادتها في السجن تطور، خطاب المعارضة نبيل رجب حراك حقوقي تطور. نتعلم مع الأيام ونتعلم مع أن نتعلم ونستفيد من بعض الوضع. نتمنى أن تكون الجمعيات أقوى طبعا، الجمعيات لا زالت ربما أضعف من ما يجب أن تكون. الجمعيات عندها امتداد شعبي، خصوصا جمعية الوفاق لديها امتداد شعبي طويل وتستطيع أن تؤثر بصورة أكثر. يعني اليوم عريضة تكتب للأمم المتحدة أقل ما يجب أن نقدم. تقول أن الجمعيات ما جاءت تستثمر هذا الحشد الشعبي؟ لحد الآن لم تستثمر الحشد الشعبي، يعني هو بالشكل النمطي التقليدي لهذا، ولكن لا، هناك تحرك وهناك قوة شعبية موجودة مؤثرة يجب استخدامها. يعني أستاذ نبيل، سؤال وصلني أيضا، أنه أنت عرفت بانتقادك لأداء القوى السياسية ولربما لحالات بعض الأحيان الخلاف اللي ما بينها، سواء بين القوى الثورية والقوى السياسية وغيرها. السؤال يقول أنه أنت ما الذي قدمته؟ هل قدمت يعني جزء بسيط لإذابة الجليد بين مختلف القوى؟ هل قدمت يعني بالضبط يقول 1% عمل لي؟ يعني أخو ما يستطيع أن أتحكي عن نفسي، يعني ما قدمت ما أقدر أقول ما قدمته، ولكن أعتقد أن هناك علاقة نفس أكثر إيجابية الآن بين القوى السياسية، وكل القوى السياسية تحاول أن تتقرب وتعمل وتنسق مع بعض البعض أفضل من دي قبل يعني. وإن شاء الله أنا والجميع نعمل في هذا الإطار لدفع الأمور. نحن نسعى إلى حياة سياسية صحية، نسعى أن تكون عندنا مجتمع سياسي حقوقي اجتماعي صحي، ولذلك يجب أن نتعلم من أخطائنا. كلنا تعرضنا، كلنا مارسنا أخطاء فترة من الفترات، ويجب أن نتعلم من هذه الأخطاء وبما فيها المؤسسات السياسية والقوى السياسية، ولكن قاعدة تتعلم. ونحن نستفيد أن نحاول نقرب بين هذه القوى السياسية لاعتقادنا لقناعتنا أن القوى السياسية عندما تتجمع تكون قوة، ما نريدهم أن يتفرقوا. وإن شاء الله مع الأيام ويعني وبهذه نبيل رجب شخصية يحظى بهذا الاحترام من مختلف القوى السياسية، سواء الثورية سواء في الجمعيات، إضافة لأنه ليس محسوب على طرف، يعني هل يمكنه أن يلعب دور للتقريب وتقريب وجهات النظر بينه؟ أنا لا أعلم واقع، أنت وايد تضرب باريس أولا وثانية أنا لا أعلم ذلك، ولكن إن شاء الله نسعى، يعني نسعى نقرب الناس من بعضها البعض. يعني المهم نرجع إلى الرموز، أنت تحدثت عن الرموز في السجن، يعني كيف تنظر للرموز، كيف تنظر لدورهم، هل من رسالة تريد أن توجهها لهم؟ يعني أولا هم أساتذة، وتعلمنا العمل الحقوقي وتعلمنا العمل السياسي والاجتماعي من هؤلاء الناس، وهذا لين لهم رصيد يعني تاريخ من النضال ومن الحراك النضالي في البحرين، وهم مدرسة تعلمنا منها وتعلم منها الكثيرون يعني. ونحن لا نقبل أن يبقوا في السجون، هؤلاء الناس يجب أن يكرموا، وجودهم في السجون هو مشكلة وستبقى أزمتنا مع هذا النظام الحاكم ما دام هؤلاء في السجون. لا أعتقد أن سيكون أي حل سياسي، لا أعتقد أي مشروع سياسي سينجح هؤلاء الرموز في السجون، ونحن لسنا لا نستطيع أن نتصالح مع النظام ورموزنا في السجون. أستاذ نبيل، فاصل ونعود لإكمال هذا الحوار الشيق معك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. لا مو حطوا في المواقف، أقول قتلون سبعتين على 3 شهور، قتل الحكومة قتلت ناس 3 شهور وشهرين ناس قتلت. البارحة ما أطلقوا النار على واحد قتلوه، شاب خسر شحنة حياته. عندك معلومة عن هالشاب؟ شو معلومة؟ أكو رقم سيارته والسيارة اللي قتلته في الشارع. شاب اغتصبوه الجماعة في الشارع، جودون اللي اغتصبوه مسكتونه. البارحة يقولنا معلومة، أكو أرقام تلف رقم سيارته. رئيس الأمن هو يقول نبي واحد يقدم لنا معلومة. رقم سيارته في هناك شخص صاخم حق هاي العيال، واحد اغتصبوه فعلوا فيه دار ذلك يتم ارتدى على نفسه. مو بالغلبة بالصوت؟ لا مو بالصوت، مو بالصوت. انت عندك القوة، انا ما اغلب، انت عندك القوة، انت جاي السلاح هذا مو بيت، انت كجهاز، انت جاي عندكم الاسلحة تبون تغصبونا وتقتلونا باسلحتكم. احنا عندنا الاراده، لا اله الا الله، احنا بلدنا هذا. نتكلم عن الشخص اللي توفى، توفى الشاب وخذوه البارحة، اللي عنده معلومه بالعكس احنا المعلومه كل الاف ناس نشربوا ارقام تليفونات، واحد من هالالاف يعطينا معلومه، نتمنى واحد. شنو انا جبت اللي قتلوا صبي في سترة، انا جبت الشهود لكم، اكو في السجن قطيتهم من سجن اللي قتلوا علي اللي في اللي داسوا ساعه الشغل، جبت لكم الشهود اكو سجنتونا كلهم، شو مو صحيح تقول
بس انا بتكلم ما اكلم انا اقول لهم تعالوا اعتصموا، انا الرجال ادعو الناس للاعتصام المسيرات. تدعو الاعتصام معناته انت المخالف الاكبر. اي مخالف؟ اي مخالف؟ انتم المخالفين بتقتل الناس وبسجن الناس وبتعذيب الناس وبالغارة على بيوت الناس وبسرقة بيوت الناس، انتم الغلطانين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا اللقاء الحصري والخاص مع الأستاذ والحقوقي نبيل رجب. أستاذ نبيل، استكمالا لحديثنا الذي بدأناه في الجزء الأول، سوف ندخل الآن في التطورات الإقليمية، الوضع الإقليمي في المنطقة. هنالك العديد من العوامل يعني الساخنة والملفات الساخنة في المنطقة، منها ملف داعش، التدخل السعودي، الأوضاع في اليمن، إضافة للخلافات القطرية البحرينية. لو نبدأ بملف داعش، الآن هنالك حملة دولية لما يسمى القضاء على داعش، وتشارك بها بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات والبحرين. بداية، كيف تنظر إلى هذه المشاركة الخليجية في هذه الحملة الدولية؟ من باب يعني نحن ضد العنف وضد استخدام العنف للتعبير عن الرأي، وللأسف أن المنطقة يعني جرت إلى هذا المعترك، ولكن ما نخشاه هو الحكومات وما تفعله الحكومات واستغلال الحرب على الإرهاب لضرب المعارضين ولضرب نشطاء حقوق الإنسان، خصوصا أن أغلب القوانين التي يعني صدرت وشرعت بخصوص الإرهاب هي يعمل بها ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البحرين وكذلك في بعض دول المنطقة. نحن نطالب دائما الدول الغربية أن تكون منتبهة إلى هذا الموضوع، أن لا تكون الحرب عن الإرهاب تتحول لتكون حربا على المعارضات وحربا على حركات حقوق الإنسان، وهذا واضح من بعض التصريحات وخصوصا تصريحات حكومة البحرين، تحاول أن تخلط الأمور، تحاول أن تخلط الأوراق والأمور بين النشاط السياسي المشروع والنشاط الحقوقي والعمل الإرهابي، ويجب الحذر في هذا الإطار. وللأسف الشديد يعني أن نرى تطرف في المنطقة وتشدد ديني في المنطقة ويصل إلى موضوع الإرهاب، ولكن نحن نحمل حكومات المنطقة طبعا هذا. أستاذ نبيل، لا جدية هذه الحملة الآن، هذا التحالف، يعني هنالك أصابع اتهام إلى بعض الدول الخليجية مثل السعودية وحتى البحرين أنه في دعم المجموعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، يعني تدخل في هذا التحالف. يعني الآن بعيدا عن الدعم المباشر، ولكن هناك حاضنة فكرية، هناك حاضنة اجتماعية، هناك حاضنة مالية، هناك حاضنة بشرية إلى هذه. يعني الفكر منبع المنطقة، الأموال منبع المنطقة، التعليم وهذا الفكر المتطرف منبع المنطقة، ومقاومة الإرهاب تبدأ من القواعد. القواعد تغيير مناهج التعليم التي تكفر وتكره الناس في الطوائف والمذاهب والقوميات والعرقيات والإثنيات الأخرى، هذا ما هو موجود. الفكر الموجود في مساجد البحرين التي تحت سيطرة الحكومة لا يبعد كثيرا عما تطرحه داعش وتطرحه الحركات المتطرفة، وللأسف الشديد بعض من شاهدناه يوم أمس في جزر الرؤوس ومن البحرينيين هم كانوا أئمة، ولا علاقة شخص واحد كان إمام مسجد أي معين من قبل وزارة العدل البحرينية، أي وزارة العدل البحرينية المسؤولة عن كل الخطابات التي تدعو إلى الكراهية، كل الخطابات التكفيرية التي تصدر من مساجد السنية، لأن الخطاب السني والمذهب والمدرسة السنية في البحرين ليست مستقلة كما هي مثلا في تونس أو كما هي في مصر. المدرسة الدينية في المنطقة هي ملك الحكومات وهي مؤسسة تابعة للسلطة في البحرين والسعودية وبقية دول المنطقة، فالمسؤول عن هذا التشدد الحكومات، لأن هم يديرون المؤسسة الدينية، هم وراء الفكر الديني الموجود. الفكر الديني في المنطقة ليس مستقلا، هو جزء من مؤسسة النظام الحكم، ولذلك هم يتحملون جزء كبير من هذه المسؤولية. إذا هم يعني يرعون، خلينا نقول، هذه الأفكار اللي أفرزت، وكما شاهدنا في شريط الفيديو اللي ظهر قبل أيام، أربعة من البحرين وبضمنهم ضباط في وزارة الداخلية انشقوا والتحقوا بداعش، وهم الآن يتحدون النظام ويصفون الملك بأنه طاغوت وولي عهده، ويعني مثل هذه المؤسسة التي الحكومة اللي تدعم هذه المؤسسة ويترعرع هذا الفكر، كيف نفسر مشاركتها في هذا الحلم؟ هل هي لتكفير ذنب أو لنجاح؟ يعني أولا أنا لا يوجد ربما عندي شيء ملموس، يعني أي مزاعم يجب أن تكون
لا أوزع الاتهامات، ولكن أقول هناك علامات استفهام. لماذا غالبية من اتهموا أو من يجهبون إلى الحرب في هذه الحركات المتطرفة هم يأتون من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمخابراتية البحرينية؟ هذا بحد ذاته يخلينا أفكر في نقطة ثانية، أن أكثر الهجمات والتكفير والضرب على القرى الشيعية هم من هذه المؤسسات، وهذه الثقافة التكريهية لأبناء الطائفة الشيعية هي من ضمن ثقافة المؤسسة العسكرية في البحرين والمؤسسة الأمنية. بمعنى الحاضنة الفكرية الأولى، الحاضنة العقائدية الأولى للتطرف والتشدد والتكفير هي في هذه المؤسسات، وهذا السبب هذه المؤسسات مشكلة من أبناء طائفة واحدة. نستطيع أن نقضي أو نمحي هذا الفكر المتطرف يعني بإدخال أبناء الطوائف الأخرى إلى هذه المؤسسة العسكرية، ولكن النوايا غير موجودة. الآن تتحدث، نعم هناك دعم مباشر وغير مباشر ومن طرف آخر يحاربون. يعني أنا متأكد لما بدأت المساعدات إلى الحركات المتشددة في المنطقة على سوريا ما كانوا يعون أن هذه الحركات سوف تكبر وتأتي ترجع إلى دول المنطقة، كما ساعدوا القاعدة يوما من الأيام. القاعدة هي صناعة محلية، صناعة خليجية وصناعة أمريكية، ولكن في الأخير ارتدت عليهم وكرروا الآن نفس الخطأ في دعم بعض الحركات المتطرفة وبعض الحركات المتشددة، والآن هي ترجع وتستقوي من المنطقة وترجع. وللأسف الشديد أن أرى بحرينيين في سن الأطفال، أحد الأربعة الذين شاهدته عمره 16 سنة، هذا طفل. من أين يعني هذا الفكر التكفيري والكراهية، الخطاب الكراهي الذي كان يلقي، من أين تعلمه هذا الشخص؟ عدود الفئة ستصل إلى البحرين، يعني شعب البحرين سنة والشيعة شعب واعي وشعب مثقف له تاريخ مئات السنين، يعني شعب واعي سياسيا مثقف حقوقيا، ويعني ولادة هالنوع من الفكر بصورة واسعة في البحرين صعب جدا، خصوصا الناس منفتحة على بعض البعض، وسوف لن نسمح. نحن نريد أن نحتضن هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب هم جزء من مجتمعنا، وهم هناك انحراف فكري وسبب الحكومات، ونحن نحمل الحكومات. بعض يريد استخدامهم كورقة، يعني كورقة ضد الطائفية ضد الآخرين. يعني الآن تجاوزت، الآن هم يهددون نظام الحكم وكذا، ولكن خلنا نفكر كقوة اجتماعية وكقوة حقوقية وسياسية، كيف نستثمر هذه الطاقات التي لدى هذه الشباب بالدفاع عن حقوقهم، بالدفاع عن الفقراء والدفاع عن المحرومين، وبصورة سلمية وبدون اللجوء إلى السلاح وتقطيع الرؤوس. هناك طاقة عند هؤلاء الشباب للأسف الشديد، ونتيجة الحاضنة الفكرية التي نبتوا عليها في هذه الدول أصبحوا متطرفين. لو احتضنتهم أفكار واعية وتقدمية دينية لما كانوا أشخاص منتجين في مجتمعاتهم. لهذا سبب لنفكر كيف نستفيد من هؤلاء الناس عوضا أن يذهبوا أو ينجرفوا في هذه التيارات المتشددة. أستاذ نبيل، نأتي إلى الدور السعودي في المنطقة. يعني هنالك حضور سعودي قوي في البحرين، تدخل عسكري، هنالك حتى ربما يعني مصادر القرار السياسي في البحرين، البعض يقول عبر تدخلها استطاعت مفاتيح الحل أصبحت بيد السعودية، ولكن في ذاك الوقت هنالك صراع محورين، محور إيراني محور سعودي في المنطقة. تعتقد أن الحل في البحرين الآن أصبح رهنا بالتطورات الإقليمية؟ نحن نحترم الجارة السعودية وكذلك نحترم الجارة إيران، ونتمنى أن تكون العلاقات إيجابية، وللأسف الشديد أن العلاقات السلبية تؤثر على كامل المنطقة، ونحن نريد جار سعودي يساعد شعب البحرين لنيل مطالبه ونيل حقوقه، عوضا عن دعم النظام الحاكم في قمع. ما ارتكبه النظام في السعودية كان خطأ كبير يجب أن لا يحصل. نحن أردنا دعمهم لإصلاح الوضع الداخلي البحريني بدفع النظام الحاكم للجلوس مع أبناء الشعب، عوضا عن إرسال الدبابات للمشاركة في قمع التظاهرات. للأسف الشديد في الجانب الديمقراطي وفي الجانب الإصلاحي الدور السعودي هو دور سلبي في المنطقة، في غالبية دول المنطقة، ونأمل أن يتحول. ولكن أنا ليست لدي مشكلة مع السعودية، نحن نشتغل في عمل حقوق الإنسان وندافع عن المنتهكة حقوقهم من مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي السعودية وفي كامل المنطقة. نتمنى أن يكون اللقاء إيراني، ونتمنى أن
تسفر النتائج إيجابية لكامل المنطقة. لأن تعترف بدور سعودي في المنطقة بالتأكيد، دولة كبيرة ومحورية، وبالمقابل إيران أيضا. إذا لماذا هذا الخجل أو بالأحرى التخوف من تهمة أنه إجراء علاقات مع إيران، اتصالات مع إيران؟ لماذا دائما تحاول المعارضة أن تبتعد عن هذا الموضوع؟ أنا لا أعلم عن ذلك حقيقة، وأنا مع أن تكون لنا علاقات جيدة مع إيران. إيران جارة محترمة، وعلى قلة دعموا البحرين إعلاميا يبان الثورة طوال الفترة، ويجب أن تكون لنا علاقات طيبة معهم. هم جارة جيراننا من آلاف السنين، وجيراننا لآلاف السنين القادمة، ونحن معهم روابط اجتماعية، روابط دينية كبيرة، وهم مؤثرين ولدينا روابط اجتماعية ما هم. نحن كن لهم ولحكومتهم كل الاحترام. لا أعتقد أن أحد يعني يتخوف، وأنا لا أعلم. أنا لست لدي علاقات حقيقة شخصية أو مؤسساتية. ربما الآن في مركز الخليج لحقوق الإنسان نغطي إيران في موضوع المدافعين، وربما أحاول أن أزور إيران كزيارة عمل إن سمح لي في المستقبل في موضوع التباحث عن بعض ملفات حقوق الإنسان في إيران تحت مظلة عملي الحقوقي الدولي. وأنا مع أن تكون علاقات طيبة كمعارضة وكمؤسسات وكدولة. الحقيقة البحرين خسرت كثيرا بما أن لديها علاقات سيئة. أنا أعتقد لو كانت هناك علاقات إيجابية بين البحرين وإيران، البحرين سوف تكون أكثر المستفيد. ولكن للأسف الشديد الطريقة البحرينية في استعداء الآخرين، استعداء كثير من الدول، يوم مع قطر، يوم مع إيران، يوم مع الولايات المتحدة، يوم مع المنظمات الدولية، يوم مع القنوات، وهي معارك تخوضها البحرين في كل اتجاه. نحن مع علاقات طيبة مع السعودية ومع إيران ومع كافة دول يعني المنطقة. قبل أن تذهب يعني حاملا ملفات حقوقية تتعلق بالشأن الإيراني، أليس من الأولى أن تثير ملفات حقوقية سعودية في داخل السعودية؟ يعني كيف تنظر إلى واقع الواقع؟ يعني لازلت أرى السعودية مثلا، يعني لازلت أرى إيران أكثر انفتاحا من السعودية. يعني إيران لا زالت دولة مؤسسات، وبها مؤسسات، وبها برلمانات، وبها رئيس المنتخب ورئيس وزراء وبرلمان يتم تغييره. يعني لا، يعني من غير دقة إذا قارنا بين السعودية وإيران. دولة لا توجد دولة مؤسسات في المملكة العربية السعودية، أسرة تتحكم في كل شيء، ولكن في إيران هناك مؤسسات. نعم ليست الدولة الديمقراطية المدنية التي نسعى لها، ولكن تبقى أفضل من كامل دول المنطقة يعني كمؤسسات وكدولة، ورئيس يتغير كل فترتين. نعم هل لديكم هم مشكلة في إيران؟ لا، في لحتى إيران فيها مشكلة في ملفات حقوق الإنسان، وهناك موارد قلق ترفعها كثير من المنظمات الدولية. ولمصداقيتنا كمؤسسات حقوقية ولثقة العالم فينا يجب أن نتعامل معها بحرفية ومهنية، ونأخذها لكل يعني على كل الأصعدة. ولهذا السبب نحن، أنا في السعودية أرسلت أكثر من رسالة في الفترات السابقة، ومؤسسات دولية أرسلت للمملكة العربية السعودية تطالب أن ألتقي مع المسؤولين في السعودية. كنت مسؤول الملف الخليجي في الفيدرالية الدولية، ولكن لم نستطيع أن نحصل على رد. كيف تقيم موضوع حقوق الإنسان؟ سيئة طبعا في السعودية. طبعا هناك الآلاف من المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، واليوم للأسف الشديد الوضع الحقوقي في السعودية من الأسوأ في المنطقة. ولكن السعودية في نفس الوقت تستخدم الأموال وتستخدم الصفقات الأسلحة وتستخدم البترول لإسكات العالم، لإسكات، ولديها نفوذ. ولكن يعني للأسف الشديد العالم يتحدث عن إيران ولكن لا يتحدث عن السعودية، في حين أوضاع حقوق الإنسان هي أسوأ في السعودية. الأستاذ نبيل، الوضع السعودي بغض النظر عن حقوق الإنسان، هنالك حراك في المنطقة الشرقية، هنالك الشيخ ابن نمر معتقل وواجه عقوبة الإعدام. يعني أنت كيف تنظر إلى هذا الحراك؟ يعني حراك حقوقي، يعني حراك سلمي حقوقي. نحن ندعم هذا الحراك ما دام سلميا ويطالب بمطالب مشروعة حقوقية مشروعة. والشيخ النمر مسجون ظلما لأنه يدافع عن حقوق الناس وعن حق الشعب البحريني. أخلاقيا يجب أن ندعم هذا الرجل، أخلاقيا يجب أن نقف مع هذا الشعب، ونحن مع هذا الشعب ومع هذا الرجل.
في الانتقال لملف يعني إقليمي آخر هو ملف التقدم الذي حصل في اليمن بالنسبة للحوثيين. ويعني هل تعتقد أن لهذا التقدم في اليمن انعكاس على الوضع في البحرين سينعقد يعني سينعكس بشكل أو بآخر ضمن لعبة الصراع بين المحورين السعودي والإيراني؟ يعني أنا لا أعلم أين متجه الأمور في اليمن، لأن كنت غير انشغلت في الشهرين من خروجي من السجن، وكنت متابع لما في داخل السجن أكثر، ولكن منذ خرجت من السجن غير متابع. ولكن سمعت أن هناك حكومة جديدة، نحن نرى النتائج، هذه مرحلة الانتقالية لتمر الآن، نحن نرى النتائج، نسعى أو نأمل أن نرى ديمقراطية، نأمل أن نرى الشعب يمارس حقه في تقرير المصير واختيار الحكومة وممثلي في الشعب، ضد يعني أن تكون جهة وطرف سياسي يتحكم في مصير الشعب اليمن. أستاذ نبيل، بعض القارن بين وضع اليمن ووضع في البحرين، يعني الحوثيين أعدادهم أقل من المعارضين أو من الشعب البحريني المعارض للحكومة، هؤلاء دخلوا إلى صنعاء، أسقطوا الحكومة، فرضوا حكومة جديدة، عقدوا اتفاقا، في حين في البحرين يخرجون 300,000 متظاهر في مسيرة تقريبا أصبحت اعتيادية وأسبوعية، ولكنهم غير قادرين على إحداث تغيير في البلد. يعني أين الخلل؟ يعني المقارنة ربما غير دقيقة. شعب مسلح وشعب غير مسلح، شعب يعني السلاح يباع في السوق والشعب لا يرفع السكين. وتاريخيا منذ مجيء الأسرة الحاكمة وبالدموية والبطشة التي حكمت في البلاد، ظلت ردود الأفعال هي ردود أفعال سلمية. الآن ربما هذه المرة الوحيدة اللي استمرت فيها الثورة لهذه الفترة من الزمن، ولكن بقت على سلميتها عدا بعض الأمور السلمية قدر وليس خيار لانعدام السلاح. لا، نحن نؤمن به. كنا نرى شيئاً. أنا لا، أنا ضد استخدام السلاح، أنا مع العمل السلمي ومع الضغط، استعمال كل أدوات الضغط المشروعة، وهناك الكثير من أدوات الضغط المشروعة التي يجب استخدامها واستنفادها وعدم اللجوء إلى العنف. ملف أخير على الصعيد الإقليمي ونختتم فيه هذا الجزء، وهو العلاقات البحرينية القطرية. هنالك تعرض ضغوط يعني أو خلاف قطري مع كل من محور السعودية والإمارات والبحرين، وظهرت في الآونة الأخيرة يعني أزمة ما بين قطر والبحرين على قضية التجنيس، تجنيس مواطنين من البحرين في قطر. يعني أنت كيف تنظر لهذه الخطوة القطرية في التجنيس وردود الفعل الحكومية عليها، وإن كانت لك معرفة بعض الأشخاص من البحرين الذين تم تجنيسهم بالجنسية القطرية؟ أول مسألة التجنيس بدأتها البحرين في المنطقة، ومسألة ازدواجية الجنسية وقبول ازدواجية الجنسية الخليجية بدأتها البحرين في المنطقة، والآن هي تشتكي من الموضوع. يؤسفني أن مواطنين من أبناء الطائفة السنية يتركون البلد، وتفهم ظروف التي مروا عليها نتيجة الوضع السياسي في البحرين دفع الكثيرين إلى اليأس، وكذلك أن النظام قام بجلب الكثير من الناس من الخارج، وهذه المناطق السنية البحرينية أصبحوا المواطنين الأصليين هم أقلية، وصاروا يتعرضون إلى تمييز أيضا كما يتعرض الشيعة بشكل أسوأ. والآن الوضع السنة في البحرين أبرزهم النظام وقرنهم مع الأسرة الحاكمة وضد الشيعة على فترة السنوات الأخيرة، والآن انتبهوا أن الوضع النظام الحكم سيء، لا يوجد حل سياسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، ويأتي بمزيد من مجنسين ليملأ مناطقهم، وهناك دولة جارة أعطتهم فرصة التجنس، ونحن مع الوحدة طبعا، مع وحدة الشعوب ووحدة المنطقة، وحقهم أن يختاروا الجنسية السعودية، نفس ما أنت أعطيت كنظام بحرين أعطيت نفسك الحق تجيب ناس من دول آسيوية وتوزع الجنسيات، هؤلاء من حقهم أن ينظروا إلى فرص حياتية أفضل. دوافع اقتصادية البحرينيين أعتقد دوافع، كثير منها دوافع اقتصادية طبعا، الوضع الاقتصادي في قطر الكثير أفضل من البحرين. للأسف الشديد التجنيس حتى في قطر يتم على أساس مذهبي، لا يتم تجنيس عوائل معينة وليس من ضمنهم المناطق. هذا استياء من السياسات الحكومية، كثرة المجنسين حتى أثروا على السنة في داخل البحرين، وهذا هو اللي حصل، هذا وصل. يعني هم طبعا، أنا دائما كنت أقول يعني لا يوجد أحد بمأمن عن هذا الاستبداد والظلم،
ربما تبدأ بابناء الطائفة الشيعية بتهميشهم وظلمهم، وفي مرحلة ثانية تجي يأتي ابناء الطائفة السنية، وهي المرحلة التي نمر فيها. كثير من حلفاء النظام تم الزج بهم في السجن مؤخرا، الذين كان يستخدمهم يوم من الأيام ضد الحراك الشعبي بعدين ظل يضربهم ويسجنهم. لهذا يدفعني إلى القول أننا كلنا كأبناء طائفة شيعية سنية ليبراليين علمانيين يجب أن نسعى أن يكون هناك نظام، أن تكون هناك معايير أخلاقية، أن تكون هناك قوانين تحترم حقوق الإنسان، ليس شيعيا وليس سنيا وليس علمانيا، قوانين تنظم العلاقات، تنظم موقعي وموقعك، أن لا يحصل تمييز، أن لا نسمح للنظام أن يتلاعب بمصير أبناء شعبنا. للأسف الشديد نحن طبعا نحترم قطر ونحترم النظام القطري، المشكلة بين الأسرة الحاكمة، نحن هذه الأسرة الحاكمة في موضوع خلافاتها الخارجية لا تمثلنا، نحن لدينا علاقات طيبة ونريد أن نبقى علاقات طيبة مع الجميع. هل لديك اتصالات بالقطري؟ لا. هل تعرف أشخاص تجنسوا بالجنسية القطرية؟ لديك اتصالات؟ عوائل معروفة بس لمت يعني طبعا، ولكن بعضهم الذي واحد منهم علقنا السجن تحدثنا وقلنا هذا شيء خطأ، ما يجوز يعني واحد أخذ جنسية قطرية، أخو قطر جار أنت، وين الوحدة الخليجية؟ وين وحدة المصير؟ وين وحدة هذا الكلام؟ طلع كله حكي يعني خرطي. لا. يعني وين الوحدة حكي صحافة؟ أستاذ نبيل فاصل ونعود لنكمل يعني الجزء الأخير من هذا الحوار. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. Three months ago I completed two years arbitrary prison sentence in Bahrain. I am deeply grateful to all those who called for my release throughout my sentence. The dedication of all those who worked on my behalf and other imprisoned Bahraini human rights defenders continue to move me month after my release. However, though I am free, other human rights defenders like Abdul Hadi Al-Khawaja, Maryam Al-Khawaja, Abdul Jalil Al-Singiz, Naji Fatil, as well as many others remain in Bahraini detention. This count of reprisal against human rights defenders make up only a portion of the nearly 4,000 political prisoners. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مع هذا اللقاء الحصري الذي نجريه مع الحقوقي البارز الأستاذ نبيل رجب. أستاذ نبيل، الآن نتحدث عن المحور الحقوقي، وقد وردتني العديد من الأسئلة يعني من المواطنين حول هذا المحور، وخصوصا يعني أبدأ بالسؤال الأول. أنت قلت بأن عبد الهادي الخواجة، لك تصريح مشهور أنه جزء أصبح جزء من ثقافتي، ما مدى تأثير عبد الهادي الخواجة عليكم؟ ما الذي عملته من أجل إطلاق سراحي؟ والله أنا أولا ببدأ من الشق الثاني، ما عملته لإطلاق سراحي لن أتحدث في هذا، ولا يجب أن أتحدث عن ماذا عملت، ولكن تأثير عبد الهادي الخواجة علي وعلى كل الحراك الحقوقي. عبد الهادي الخواجة هو المدرسة الحقوقية في كامل المنطقة، الذي تعلم على يد هذا الرمز غالبية المناضلين البحرينيين والكثير من المناضلين في دول المنطقة. تأثير عبد الهادي، نحن كلنا تأثير هذا الشخص وكلنا تلاميذ هذا الشخص، ولذلك سنبقى مخلصين إلى هذا الشخص ولن نتخلى عنه. أنا القصد منه ما الذي عملته، أقول يعني ما هي ثمرة هذه الجهود كلها، يعني اللي لحد الآن عبد الهادي لا زال في السجن؟ يعني نترك التقييم للآخرين للناس، ولكن تأكد أن النشاط 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع يجري في أكثر من منطقة وأكثر من بلد. الكثير من العمل الحقوقي الذي نقوم فيه على عبد الهادي وبنت مريم وأسرة عبد الهادي وكامل الملف الحقوقي، أحاول أن أكون شفاف فيها أكثر ما أستطيع من خلال نشرها في الحسابات المختلفة، ولو أن ما أنشره هو جزء وليس كل، على اعتبار أن الكثير من نلتقي معهم يطلبون عدم نشر أي معلومات عن اللقاء، خصوصا بعض الحكومات، وعلى اعتبار هم لا يريدون أن يدخلوا في خلاف وإشكاليات مع حكومة البحرين. ولكن أنا مؤمن بالشفافية وأحاول قدر الإمكان نشر كل أعمال نقوم فيها. من جهة أحاول أن أعلم بقية، أو ليس أعلم، أنا لست بمعلم، ولكن أحاول أن يتعلم الآخرون ربما الشفافية في العمل، الشفافية في العمل المدني والاجتماعي والحقوقي، من جهة لنتعلم من بعضنا البعض، من جهة الآخرين على أساس الناس تعرف ماذا نعمل ماذا نفعل.
وإعطاء نوع من الأمل إلى الناس التي يحاول النظام دب اليأس والإحباط في نفوسها. لازم يعرفوا أن هناك نشاط، مهما حاول النظام عزل هذه الناس نحاول أن نراويهم، لا أنتم مو معزولين، قضيتكم معروفة في كل دول العالم، وهذا سبب ربما نشر غالبية أو كثير من لقاءاتي في الخارج. ولكن تأكد عبد الهادي الخواجة هو على سلم الأولويات وسيبقى على سلم الأولويات حتى أن يخرج عبد الهادي، وتأكد أننا لن نهدأ، تأكد أننا لن نهدأ حتى يطلع عبد الهادي الخواجة وكل معتقل سياسي، وإلا نحن مستمرين في هذه الثورة. أستاذ نبيل، بالعودة إلى العمل الحقوقي في البحرين، تعددت مراكز حقوق الإنسان، مركز البحرين، منتدى البحرين، الجمعية الأوروبية البحرينية، يعني منظمات عديدة. يعني هذه المنظمات، هل تعتقد أن هذه الظاهرة هل هي ظاهرة صحية، هل هي ظاهرة مفتوحة للبلاد؟ يعني تعدد المنظمات شيء إيجابي، ولكن يجب أن يكون لكل هذه المنظمات والمؤسسات عمل واقعي وليس شكلي وليس صوتي فقط. والعالم اليوم واعي، والشعب البحريني واعي، والحراك المدني واعي، يراقب كل مؤسسة ومدى جديتها ومدى مصداقية ما تقوله، ولا يأخذ ما تقوله بل يأخذ وش تسوي هذه المنظمة، وش قاعدة تسوي هالمنظمة. كل يراقب، كل واحد في فرد من أفراد الشعب البحريني يراقب كل المنظمات. الجمعيات والمؤسسات تزايدها شيء إيجابي، ولكن يجب أن يكون لها عمل. بمعنى إن كانت هناك عندنا جمعيات في العراق اليوم، يجب أن تؤثر على المؤسسات العراقية، يجب أن تؤثر على البرلمان العراقي. إن كانت لنا مؤسسات في لبنان اليوم تعمل من خلال لبنان، يجب أن تؤثر على المؤسسات والإعلام اللبناني والبرلمان اللبناني. إن كانت لنا مؤسسات في بريطانيا، يجب أن تؤثر في البرلمان البريطاني والمؤسسات البريطانية، وكذلك ألمانيا، وكذلك كل المنطقة. إذا رأيت منظمة حقوقية موجودة في أمريكا ولا تستطيع أن تؤثر على الإعلام الأمريكي ولا الكونغرس الأمريكي، يقول هذه المنظمة إيش كان. أنا يعني أنا لا أحتاج البحريني اللي في أمريكا أن يتحدث اليوم مع قناة العالم ولا البحرين ولا أنتو، أحتاجه أن يتحدث على قناة أمريكية، أن يقنع الشعب الأمريكي، أن يقنع المؤسسات الأمريكية، أن يقنع الكونغرس الأمريكي بقضية في الخارج. منظمات مثل أمريكي من أجل الديمقراطية، بيرد، اللي موجودة الآن في خارج البلاد، هم طبعا بيرد وأمريكي من أجل الديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية والمنتدى كلنا، وربما برافو والشباب، إن شاء الله ما نسيت أحد، وهذا كلنا نعمل يعني كل بحسب حجمه. ولكن نحن نرى إن كان هناك تقسيم من قبل أي مؤسسة مباشر نقول لهم لا. مفروض أستاذ نبيل، سؤال أيضا وردني، يقول أنتم يعني العمل الحقوقي تعملون وصار لكم فترة طويلة وتركزون على هذا العمل، يعني ما هو ناتج هذا العمل؟ أنتم كأنما تظهرون الآن ثورة البحرين وكأنها هي ثورة مجرد من أجل الحصول على بعض الحقوق وليست ثورة لتغيير النظام الموجود السياسي في البلاد. طبعا هي الحصول على، طبعا هي ثورة حقوق، الشعب ثار لينال حقوقه المسلوبة، هي ثورة حقوق ونحن نطالب بالحقوق، وكل ما نطلبه حق الإنسان في المساواة، حق الإنسان في محاكمة عادلة، حق الإنسان في قضاء مستقل، حق الإنسان لا يتعرض للتمييز، حق الإنسان لا يتعرض للتهميش، حق الإنسان في محاكمة عادلة يتراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهذه المعايير، نحن لا نطالب بإسقاط النظام ولا نطالب بتغيير النظام ولا نطالب نحن هذه المعايير. إذا هذا النظام استطاع توفير هذه المعايير نحن نقول، كلما ازداد عملكم الحقوقي كلما ازدادت في المقابل قبضة النظام الأمنية وازدادت الأحكام الجائرة وإسقاط الجنسية، والآن جاي تلاحظ يعني لحد اليوم صدرت أحكام بإسقاط الجنسية وأحكام مطولة بالسجن. صراع مستمر، ولكن هذه ليست نهاية المباراة. نعم، إحنا لم يبقى من وقت البرنامج إلا القليل. بالنسبة لعودتك للبحرين، أنت طلبت رأي الناس وكان هنالك استفتاء، وكانت نتيجته أن 80% من المشاركين رفضوا عودتك إلى البحرين. ماذا قررت أنت؟ يعني هم رفضوا عودتي للبحرين، هم يحبوني حقيقة وأنا أقدر هذا، هم يخافون علي، أنا أقدر كل هذه، وهذا يبين اهتمام الناس. وكذلك الأستاذ عبد الهادي الخواجة ومعلمي طلب مني عدم العودة، وأنا أقدر عبد الهادي وهو أستاذي، ولكن حسب تقييمي الشخصي وأرى أنني لازم أرجع، ولذلك سوف أرجع. تصرفك هذا لا مثل تصرف الحكام الدكتاتوريين اللي ما يعني لا ينصتون لشعوبهم عند يعني أراهم. إيه؟ جمهورك لا، أنا لست صاحب سلطة، ولكن أنا أقيم على ما هو حاصل.
الساحة تحتاج إلى أن نكون داخل الساحة، ولذلك قررت أن أعود وسوف أعود غدا إن شاء الله. نتمنى لك سلامة العودة إن شاء الله، وأن تؤدي عملك على أكمل وجه لخدمة قضية حقوق الإنسان في البحرين. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل على هذه المقابلة. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن متابعتكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعامل مع أمر الواقع حتى الآن.